مشاهدينا مرحبا بكم في جزيرة الكنز. جزيرة الكنز برنامج تشويق الإثارة المغامرة والتحدي. كل خطرة يكونوا عندنا خمسة ديال المشاركين غادي يكون مطلوب منهم باش يجمعوا خمسة ديال السوارت، ثلاثة ديال الرموز وأكبر قدر ديال الفلوس اللي غيهديوا للجمعية اللي لاعبين من أجلها، جمعية إسويس فيلاج. استقبلوا جميع المشاركين ديال هذه الحلقة. أعضاء فريق حلقة اليوم من جزيرة الكنز: نجم الأغنية الشعبية عبد الله الداودي، الممثل المقتدر سعد سولي، الشاف مريم الشرقاوي، بالإضافة لسميرة وصلاح. في جو كيجمع بين التحدي، المغامرة، الفرجة والمتعة، الأبطال ديالنا غيديروا كل ما في جهدهم باش يفوزوا بأكبر مبلغ مالي ممكن للجمعية اللي كيلعبوا من أجلها، جمعية قرى الأطفال المغرب، واللي كتحاول تخلق جو أسري للأطفال في وضعية صعبة. اهلا، مرحبا بكم في جزيره الكنز. انا فرحانين اللي معكم اليوم ان شاء الله. مرحبا بكم. اقسم بالله حنا فرحانين اللي نتوما معنا. رشيد، فرقه عندك الشومجين دايرين الدرافو ديال المغرب في اليوم. مغرب راه برافو عليكم. الابطال ديالنا اليوم جايين عازمين باش يربحوا جميع التحديات من اجل طبعا احدى الجمعيات اللي هي جمعيه اس او اس فيلاج دونفون اللي غدوي لنا عليها الاخت مريم الشرقاوي. هاد الجمعيه اس او اس فيلاج دونفون في مراكش عندهم كل ام كتربي 8 ديال الاطفال كيجيو من لوفلينا وكيكونوا مجموعين بيناتهم بحال الاخوه والاخوان، وعندهم بزاف ديال الاعمال اللي كيديروا داك لي فام اللي تما، منها كيديروا الماء ديال الزهر وكيكستريوه باش يعاونوا الناس ويساعدوا. نذكر فقط بانه الجمعيه كاينه في المغرب كامل، والهدف ديالها هو انها تعاون الاطفال المتخلى عندهم. دابا جا الوقت اللي غادي ندوزو فيه التحديات ديالنا. قبل ما تعطي هشام تبكروا ولا ما سمعناش النجوم ديالنا اللي جاوا؟ عندهم شي شعار؟ عندهم شعار واقيلا. مرحبا عبد الله الداودي، سعد سولي. الو الو والوالدة والمعالة، الو 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 والوالدة والمعالة، جيبوا السيروت. واش موجودين؟ ويشا. واش واجدين؟ ويشا. شعار واعر. شكرا عليكم. يلا من دابا غادي نعطي الطوب كرونو وغادي يولي عندكم سباق ضد الزمن. حاولوا ما تضيعوش الوقت وتكونوا مركزين طيله هذه المغامره. فيليندغا توب كرونو. يلا تسويت هذاك. تسمعوا يلا نمشيو لاول مغامره. تسمعوا هذا راه هو الجي بي اس ديالنا. زيد تسويت زيد. ابتداء من الان المشاركين عندهم 40 دقيقه لرفع التحديات وجمع المفاتيح للوصول لقاعه الكنز والحصول على المبلغ المخصص للجمعية. لازم عليهم يجمعوا خمسة المفاتيح على الأقل لفتح الباب ديال الكنز. سيادنا مرحبا بكم. بدينا المغامرة ديالنا وكما قلت انتم الآن في سباق ضد الزمن. رشيد، احنا قدام المصبانة. كل بغيت تصبن دابا في تحدي المصبنة. عضوين من الفريق لازم عليهم يدوروا أسطوانة آلة الغسيل الضخمة. كل ما زادوا في السرعة كل ما السهم انتقل من اللون الأحمر للأخضر، شي اللي غيمكن الماء من التدفق وتحرير المفتاح. ولهذا الغرض غادي نختار سعد سولي والداودي. اختاريتي احسن كوبل. اختاريت سعد والداودي اولا لانهم صحاب، ثانيا لانهم تيلعبوا بجوج في الفريق ديال الفنانه كره، يعني الخطه وداكشي. شوف الخطه عندهم مزيانه. يلا تفضلوا. بون كوراج. تفضلوا. ثلاثه جوج واحد. بعد الفاصل ونرجع. ثلاثه جوج واحد. طب يلا معول عليكم الدراري. الله. سعد سعد وعبد الله كتسمعوني؟ حاولوا تدوروها ولكن بلا ما تشدوا، ما ديروش يديكم. هاني تبارك الله عليكم. يلا يلا نشجعوا نشجعوا. برافو عليكم. مزيان مزيان. غير شويه في الاول ومن بعد عطيو لاطاك. يلا يلا سعد، كل ما دورتي بجات كل ما غيطيح السيرو دغيا. برافو عليكم. زيرو زيرو شي كوف. يلا سير 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 سير. عطيو لاطاك. عطيو لاطاك. علي 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 علي.
هاني عبد الله عبد الله هاني 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 بلس 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 كنشوفو بأنهم غادي مزيان ولي قوي قرب يوصل للعلامة الخضراء باش تحتاج ماشي مشكل كمل 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 قربتي وقف وقف سعد كمل يا سعد كمل كمل لا لا خصو يمكن الله سيرو وقف وقف يلا سعد كمل كمل يا سعد شوية شوية يلا يلا مزيان مزيان وقف عبد الله يلا حاولوا مازال وقت تكملوا سعد مازال برافو برافو سيرو 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 داودي شوية عليك داودي فراني شوية فراني فراني كمل يا سعد باقي الوقت باقي الوقت باقي الوقت باقي الوقت غير نضرب شوية عليكم وبداو من الأول سعد سعد يلا 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 سعد 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 كمل كمل يا سعد باقي الوقت طوالوا سعد باقي شوية زيد يلا يلا بداو يلا شوية شوية حيد يدك حيد يدك يدك لا برافو 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 مزيان برافو برافو قربتو قربتو يلا 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 زيد 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 مزيان 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 سيرو خرجوا خرجوا لا 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 تبارك الله عليكم إذن الساروت تاوني فرصك الساروت الأول ها هو تبارك الله عليكم سي سعد جاجي عندي برافو عليكم درتو مجهود كبير غادي نخليكم نتوما تبدلوا حوايجكم سيرتو سعد وحنا غنمشيو التحدي الثاني ولحقوا علينا تسمع يلا تبارك الله عليكم احسن صبينه دار عبد الله وسعد مزيان عرفتي علاش بديت لكم بهذه المغامره هي الاولى باش تصبنوا وطيله المغامره تقدروا تنشفوا وتنشروا مع راساتكم وبخير لا ولكن تبارك الله عليهم لانهم قدروا يديروا تحدي واعر الفرقه ديالي راه ما كتحدش لا انا عارفه ما كتحدش داكشي علاش جبت لكم واحد المغامره حتى هي ما كتحدش مزيان مغامره واعره غادي نختار ليها الشيف مريم اها يا فيها شي طياب ولا شنو فيها الطياب ولكن فيها التركيز شاف مريم مرحبا بك شاف مريم الشرقاوي انت شاف تبارك الله عليك شنو حدثينا شويه على المهنه ديالك انا شيف كويزين هذه 15 عام باش دخلت المغرب درت انا قريت في فرنسا وداك الشيء والبارتيكولاريتي اللي تندير في لا كويزين ديالي كناخذ كل شيء داك الشيء الطبخ المغربي وكنغوفيزيتيه وكثر لي داك الشيء اللي في لا غو عندك واحد غوفيزيتي عندك بحال دابا دارت مثلا البسطيله بالفواكرا فواكرا والكناغ بحال دابا هذاك لي سكارغو ديال الزنقه ودقتي انت هذه البسطيله بالفواكرا دايره الببوش معمر الببوش لا واش دقتي هذا الشيء انت ولا تهضر عليه وانا ندوق ونقدر ندوقك ندوقك تبارك الله عليك ومرحبا بك في جزيره الكنز انت قدام اول تحدي ديالك هنا جيتي في هذا التحدي هذا حنا قدام الدار المخليه ولا الدار المسكونه نطلب منك باش تقلبي لداخل على جوج ديال القطع بحال هادو فيهم كل واحد فيه كود مجرد ما تلقايهم خصك تقولي عليهم باش هما يحلوا هذا الكفر وياخذوا الساروت الثاني واخا صافي يلا تفضلي يلا مريم اول عليك مريم مريم ثلاثة جوج واحد طب يلا يا مريم يلا كوغاس كوغاس مريم 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 يلا 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 ما تخافيش
قلبي قلبي واحد سكوليت لتحت يا مريم. مريم سكوليت سكوليت لتحت لتحت مريم سكوليت لي لتحت. شوفي لتحت مريم. مريم سكوليت قلبي تما قلبي متخافيش. مريم كتسمعينا؟ قولي لها تقلب سكوليت دق عليها ولا تقلب سكوليت. مريم سكوليت مريم قلب سكوليت. مريم كتحاول تقلب مازال ما لقاتش ولكن مريم كاين شي بلا يسمى سكوليت سكوليت. مريم قلب قلبي قلبي بسكوليت سكوليت 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 ما فيه والو. نو نو لي فلاط لي فلاط لي فلاط لي فلاط انا اتخي ما كتسمعش. بغيت تغوتي تسمع. مريم سكوليت هذا مازال ما لقاش. نذكر بان الا تعطلات غيتفرقع هذا وما غاديش ناخذ الزاد. مريم راه كاين صدق تحت سكوليت. وي سكوليت صندوق صندوق سكوليت لحدا رجلي لحدا رجلي لحدا رجلي. مريم ركزي معايا الصندوق اللي شحال 26 دو بوان 26 دو بوان ولكن باقي باقي خصنا جوج ارقام باقي رقم ثاني. شوفي شوفي قلبي مزيان قولوا لي فين الاخر قلبي يا مريم. حاولي ما تضيعيش الوقت راه ما بقاش الوقت بزاف يا مريم. صافي خرجي مريم. لا ساليش مريم خرجي خرجي مريم. اذا مريم ما قدرتش تجيب لينا تعطينا الارقام في الوقت. برافو برافو مريم. عندي برافو عليكم. ثاني اجي قول لي شنو علاقه الخلعه بالماكله؟ الخلعه ما كنخافوش حنا. ما تخافيش وعلاش ما لقيتيش لنا الكود منين ما كتخافيش؟ ولكن كنقلب ما باليش شكون هذا اللي ناخذو ياك كرهت واخا يكون شي حاجه فيها ما عرفتش. نسبقوا على الشجاعه ديال مريم ونمشيو دابا للتحدي اللي جاي مع الجي بي اس ديال جزيرة الكنز تيتسوي. يلا تبع تبع يلا. الو الو وين وليدة وانتي معانا. سعد داودي مريم على سلامتك. تبارك الله عليكم عندكم ساروت واحد ومازال قدامكم بزاف ديال المغامرات باش تربحوا سوارت اخرين. احنا قدام ماكينه ديال القهوه كما كتشوفوا قهوه ها هي وانا متاكد بانه ما كرهتوش تشربوا شي كويس ديال القهوه معتبر. نص نص واش جاتك نص نص تقول نص نص اش داك عاودوا من الاول. الو صلاح الدين شاف كويزينيير ياك نوصل تحيه لكاع لي ستاجير كاع الناس ديال الكوزين اللي كيشجعوني ولا الدرب العائله كلها اللي كنقول لهم ان شاء الله غنتقاتل قبل هاد الجمعيه. تبارك الله عليك جاي مبيفي واجد. صلاح الدين غادي نطلب منك الان غتاخذ هادي. يجب على المتسابق جمع حبوب القهوه وافراغها في الاله المخصصه لذلك. عند ملء الخزان عن اخره يجب الضغط على الزر الاحمر لتحضير القهوه وتحرير المفتاح. ثلاثة جوج واحد توب. صلاح عولين عليك يا صلاح. خذ قهوة خذ قهوة بداية الأولى مزيان. يلا سير ما عندي ما يتسال. يلا أبو صلاح أليس أليس هاد اللعبة راه ما سهلاش عندها كتدوخ شوية وخصك نشوفوا واش غيدير صلاح. ها هو جاب الربحة. Bravo, bravo! Bravo, Sarah! Bravo! 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 Bravo!
يلا صلاح يلا صلاح يلا صلاح عمر القهوة حاول تزرب ما تجيش معنا ويا كذاب لسونس دونتخير يلا صلاح يلا صلاح كيما قلت لك سير بلسونس دونتخير الله يرسلنا تربي الوقت ما بقاش بزاف صلاح مزيان مزيان صلاح يلا غادي يطلع يلا صلاح يلا بجد دابا كتشوفوا معايا انه غادي مزيان ولكن نرجعوا مع الوقت لان الوقت ديالنا مازال مازال شويه سير صلاح سير سير يلا صلاح 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 كنلاحظوا انه بدا كيعيا بدا كتشد الدوخه شويه دونك ماشي ساهل لان هو غيتجمع هو غيتجمع دابا غادي ماشي غيتجمع غادي ما بقاش ما بقاش يلا 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 سربي سربي صلاح ما بقاش وقت سربي صلاح برافو ساروت الثاني تبارك الله عليكم فرقه واعره ما عندي باش حسيتي في ديك اللحظه لا قهوه هذه دابا غنمشيو للتحدي الاخر مع التيتسويت يلا ساروت ثاني ثاني يا معلم ساروت ثاني تبارك الله عليكم بغيت نسولكم بعدا كي جاتكم القهوه اللي شربتوا باقي غتشرب نص نص صافي لا لا داخ واحد الدوخه وجاب واحد الربحه واعره حتى واحد طيح هذا الشمال ولكن برافو عليك بدو السانكيا تبارك الله عليك صلاح الدين مازال قدامكم مجموعه من التحديات يلا عندكم ساروت ثاني دابا ومازال خاصكم ثلاثه ديال السوارت على الاقل عبد الله كي داير الحمد لله كلشي مزيان مزيان كي جاتك جزيره الكنز صعيبة بزاف ياك أسيد الله. في الأغاني ديالك ديما كتغني على الكلام الموزون والكلمة والحكمة وكتهضر على المعنى بالكلمة وداكشي ياك داكشي علاش غنصيفطك عند مول الحكمة غادي يعطيك حكمة خصك تجاوب عليها باش تجيب الساروت يلا سيخا عبد الله داودي عبد الله شوف نعول عليك يلا يلا عبد الله مشى باش يجيب الساروت الثاني رشيد أنا غادي نمشي نوجد لكم مغامرة أخرى ما غنمشيش بوحدي غادي ندي معايا سميرة سميرة باش نوجدها يلا معي سميرة يا علينا نيت باش يلا لا تبارك الله برافو سميرة جول انا واجد واجد كل واحد بغى يطلع وانا عندي اليقين انه غادي يكون مغني اهلا 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 السلام عليكم بارك الله عليك سيدي الله يبارك الله يحفظك راك عزيز عليا ودي السي الدولي وانت راك عارف هذا الشيء عارف ليك بغيتك دير لي شي وجيبه ما يمكنش تجي هكاك ولكن انا عارفك من غير الكمان جارك مره مره كتضرب بهذا الشيء ياك مرحبا شنو بغيت تسمع ولكن راه ما غنخليكش غير بوحدك تضرب حتى انا غادي نكون معاك سير سيدي يلا سيدي وانت زعما راه واحد ديال الايقاع واخا الناس كيعرفوك ديال الكمانجة مرحبا سيدي غير انا بوحدي اللي كنعرفك ديال الايقاع يلا سير سيدي شنو تسمع اللي بغيتي واو 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 عيطة داودية وقولوا واش ربا قولوا وتنا عداودي تنا مهالي واش بغيتي عندي ولا وصلتي الكيسر طور على اليسر واو 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 عيطة داودية وقولوا واش ربا قولوا وتنا عداودي تنا مهالي واش بغيتي عندي ولا وصلتي الكيسر طور على اليسر بارك الله عليك الله يبارك عندي ما نقول
باي سيدي ما عندي ما نقول. تصنت ليا مزيان مني كنتي وليا ترجع، تاكل من خيري وتمتع، الرزق والبركة مني تطلع، وعيون حلوة مني تنبع. يلا المعلم والما عزقي مني، ركز مزيان، مني كنتي وليا ترجع، تاكل من خيري وتمتع، الرزق والبركة مني تطلع، وعيون حلوة مني تنبع. وولدي ها؟ الولد الابن لا ركز مزيان، راك زعما ولاد السي بن داود وانتوما مربوطين بهاد القضية اللي غادي. يلا الخيل ما بعيدش، ما بعيدش على الماء، مني كنتي وليا ترجع. لا ايه راه كاينه العين ولكن راه الوقت ما بقاش لك، مني كنتي ما عندي ما ندير لك. وزعما انتوما مربوطين صاحبي بالارض، راه الارض هادي، مني كنتي وليا ترجع، تاكل من خيري وتمتع، القمح والغلة كاملة، الرزق والبركة مني تطلع، وعيون حلوة مني تنبع. وا 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 عيطة لأولياء وأقول أسيدي قول وأنت أنا. بارك الله عليك، بارك الله عليك، بارك الله عليك، كنت من لك سوارت هما ماشي رسالة واحد. مرحبا سيدي، مرحبا، شكرا. يلا سيدي. شكرا سيدي. وا 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 عيطة لأولياء وأقول أسيدي قول عبد الله اش كاين؟ اش درتي؟ والو كدوي منيتك؟ لا معليش اش مشكل جاي اكثر من اللي جاي ان شاء الله التحديات اللي جايين نربحوهم. دونك دابا عبد الله للاسف ما عرفش الحكمه ديال مول الحكمه، دابا غادي نمشيو للتحدي الجاي ونتعرفوا على شكون اللي غادي يلعبوا. تيتسويت هيا بينا. سبايدر مان اهلا بكم. ام درا شنو دار؟ شنو دار بعدا الداودي؟ الداودي غنى وشطح وكل شيء ولكن ما جابش. دوماج. عبد الله الداودي ام درا خويا امتحان صعيب امانه، ويلي صعب معايا مول الحكمه. شنو هي شنو قال لك الكلمات اللي قال لك؟ بيقول لي هذيك علاقتك مع الارض، مع علاقتك مع الارض، واش انا سيبرمان؟ المهم ما كتبش ان شاء الله ولكن اللي جاي كثر ماشي مشكل. مازال عندكم فرص اخرين فين دار كل موقف. كما كتشوفوا حنا قدام واحد العش ديال الرتيله، كان الرتيله كتلصق العنكبوت ديال بصح، رتيله كبيره العنكبوت. اييه داخل كيخصك تدخلي الرتيله كتطلق اللصقه، ياك كتطلق اللصقه، انت خصك تقلبي على بيض بحال هذا، الا قلبتي عليها ودرتيها في الانبوب ديالها غادي تلقاي الساروت صافي. اوكي يلا غادي نطلب منكم فقط قبل ما تدخلي سميرة، ما كرهناش تقولي لنا شنو كديري في الحياة. أنا سميرة بوعزة أستاذة ديال التربية البدنية والرياضة، جيت لهنا لواحد الهدف نبيل اللي هو باش نجمع الفلوس لواحد الجمعية اللي كدير واحد العمل خيري، وحنا نديرو مجهودنا كامل وغادي نجيبو إن شاء الله بزاف ديال الفلوس. هاد الساروت تيبان لي غادي يضيع ليا عاوتاني. المهم يلا شجعوني نشوفو. سميرة تفضلي، ثلاثة جوج واحد ستوب. فازي سميرة في مهمة صعبة، مهمة العنكبوت. ألي سميرة من تحت، كل من تحت سميرة من تحت، فوالا مزيان غادي تلقاي واحد اللصقة غادي تعرق لك شوية ولكن حاولي تمشي. دخلي يا سميرة. يلا 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 سميرة. برافو يلا سميرة. سيري سيري برافو. حاولي تقاومي داك الشيء. اللصقة دخلي سميرة دخلي. برافو هذه مهمة. حاولي كل ما زربتي كل ما غتربحي يا سميرة. بازي سميرة بازي 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 تاكل. راه غير فوق من بعد. يلا 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 برافو سميرة. خذي البيضة خذي البيضة بالسلامة. برافو عليك. يلا دابا هاد البيضة غتحطيها فواحد، حاولي ترجعي بها من نفس الطريقة سميرة. سميرة حاولي ترجعي بنفس الطريقة. حاولي ترجعي بها دابا. رجعي من تما رجعي من تما رجعي من تما من لا ميم غوت لا ميم غوت. يلا سميرة زيدي يلا يلا سميرة. دغيا دغيا يلا عندك الوقت. سيري مزيان مزيان.
هي نورمالمون وحده كتحط واحد البلاصه وكيطلع الساروت. داكور. برافو سميرة. سميرة. ما عندها ما يتسالى. تبارك الله عليك دخلها في الغيزيغزواغ. لا لا. يلا سميرة دخليها تما. برافو. يلا الساروت الساروت. خذي الساروت. خذي الساروت. هلا سميرة. هلا سميرة برافو برافو. برافو عندك الوقت. شوفي شوفي سميرة شوف مازال الوقت انت مزيان. برافو سميرة. برافو سميرة. برافو. برافو عليك. تمشي تمشي اجي عندي. سبايدر مان دونك غادي نمشيو دابا ان شاء الله باش ناخذوا الساروت الرابع قاي انت تلحقي علينا يلا تي تسويت يلا سير سير يلا سير سير يلا سير سير يلا برافو عليك ها قرع على هذا مسكين الو امدرا امدرا سميره شنو دارت جابت لنا الساروت الثالث اخباركم تحدي ما سهلش هذاك تحدي صعيب بزاف ولكن هي سبورتيف برافو عليك شنو ينفع سعد كي داير صافا تخي بيان بقيتي شويه من التصبينه ديال وي صبنتوني مزيان اخويا دابا شفتي ياك لا شفت تفضل عندي هنا مرحبا تعرقني عاوتاني عندي اخويا مرحبا بك داكور سعد كما كتشوفوا حنا قدام كازينو الكازينو غادي نعطيك هذا الحك هذا كيبدا المتسابق بالجلوس فوق هذا الكرسي المتحرك كتبدا القطع النقديه في التساقط من الاله بعد توقف الكرسي على المتسابق المرور فوق الجسر وجمع اكبر عدد من القطع النقديه ووضعها في الخزان حتى يتحرر المفتاح اش كيقول هذا هذا واش كيقول هذا سعد نجيب ان شاء الله دابو حاول روبو تفضل ثلاثة جوج واحد مشاهدينا غادي نرجعوا مع سعد السولي وتحدي الكازينو ثلاثة جوج واحد توب علي سعيد يلا نشجعوا سعد علي سعد برافو سعد برافو علي 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 سعد جري لا عود عود ديماري عود ديماري سعد عود من الاول عود لا 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 عود ديماري سعد عود ديماري ايسي ايسي واخا صعيبة هذه ديفيسيل هذه يلا سير هذه صعيبة سعد 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 لا 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 اي واحدة عاودت الدور اخرى عاودت علاش غيوقف صعيبة عليا وي دابا غير دور وجا عندي دور وجا عندي لا لا صعيبة صعيبة حيدة حيدة سعد نو صعيبة برافو سعد برافو دير شي محاولة دير محاولة خرج 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 تدرتي مع الاقوال طياره لا 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 ما بغيتش تنوض لا لا ما درتش الاقوال لا لا صعيبه صعيبه ولكن واخا هكا كنسبقوا على سعد برافو برافو سعد برافو صعيبه بزاف صافا دابا مركز معنا مزيان نقدروا نجريو لا نقدروا نجريو يلاه دابا كنشوف مزيان يلاه زيد
السلامة. نعم عاود لي يا رشيد يلاه شنو وقع؟ سعد دار بحال هكا. ضيف الفرنان دار دار دار. برافو. وقف. برافو. برافو سمير، اش درتي يا سمير اش درتي؟ جبت سايدر مان نسيت. ثانية، ثالثة، ما قدرتش نوض. واخا بغيت غير نفكركم بأنكم لاعبين من أجل الجمعية، وبأنه كل ساروت كتضيعوه غادي تندموا عليه من بعد. بيان سور، بيان سور. حاولوا تعطيو ما في جهدكم لأنه محتاجين أنتم لهاد السوارت هادو. تماما. تحمروا لي وجهي. لا غير هادي صعيبة فرونشمون راه. واخا هاديك صعيبة ولكن هادي صعب. أعطيني شي واحد اللي كتظن بأنه غيجيب لك ساروت. يلا. بلاتي نتفكر بلاتي 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 بلاتي. بغيت صلاح 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 صلاح. بارك الله عليك. صلاح لحد الان السي في ديالو مزيان، دخل القهوه جاب ساروت ياك. بغينيش نرجع هذا صافي. ما طويل لقينا الطوله كتطلب علينا بزاف. راه تقدر تنفعوا هاد الطوله ياك فالتحدي تقدر تنفعوا. المهم غتطلع غادي تدوز في القوادس وغتقلب على الساروت فين ما كان وخصك ترجع تجيبوا ليهم. طلع 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 بلا تعب شويه ما عرفتش انا مزيان. ثلاثه جوج واحد كيف يلا صلاح يلا صلاح. دابا كنذكر بانه ما كيشوف والو والكاميرا اللي كتصور دابا هي كاميرا انفخاغوش اللي كتبين لنا شنو وقع لداخل، ولكن هو كيحاول غير يلمس داك الشيء ويتعرف على داك الشيء ويوس ويعطينا تي ويلقى الساروت في وسط الظلام. برافو صلاح يلا. برافو صلاح صلاح يلا. سير سير مازال. تسلق تسلق يا صلاح. يلا صلاح ما تضيعش الوقت. جليسي جليسي شويه. برافو صلاح برافو برافو صلاح. بلو رابيد صلاح. ها بلو رابيد. زرب صلاح زرب صلاح بلو رابيد زرب لان الوقت خصك ترجع بنفس الطريق. زربه صلاح يلا صلاح زربه. اوف يلا سير 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 سير. يلا يلا صلاح يلا صلاح يلا يلا صلاح دخل دخل ماشي مشكلة كاينين هادوك ماشي مشكلة يا سير. غير الساروت قلب قلب بيدي قلب مزيان قلب قلب. الله كي جاك الفيران ديال النصارى كي جاو ريفين. سير قلب 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 ما تخافش صلاح قلب مزيان قلب قلب يا صلاح. صلاح قلب على الساروت زيد لقدام شوية زيد زيد لقدام زيد قلب في الجناب الاخرين اللي قلب في دور. الله الله موراك موراك يا صلاح موراك موراك ورايا. اه دور موراك دور قلب مزيان في الارض. اه قلب مزيان في الارض. انا قلب في الارض. واش واش كتشوف شي حاجه؟ كنشوف لا ما كتشوف والو. اه نير رجع رجع يلا شري 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 ما عندكش الوقت شري 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 زيد 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 زيد. يلا سلم يا صلاح يلا 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 صلاح يلا. بشوي عليك بشوي عليك سي بون. للاسف صلاح ما قدرش انه يوصل عندنا في الوقت وبالتالي يبقى محبوس تما. صلاح ما غيقدرش يكمل معنا الرحله للتحدي الجاي وغنشوفوا شنو غنديروا. دابا غنمشيو نشوفوا مع هشام التحدي اللي مور هذا ونشوف ديك الساعه واش غيجي عندنا ولا لا. يلا يلا يلا. رشيد شكون جيتو جاو معاك غير بعض؟ مشى لينا صلاح. للاسف صلاح بقى محبوس لان الوقت سالى قبل ما يخرج عندنا. صلاح تسجل لكم ما لقاش لقى الساروت ولكن الوقت الاخر ما خرجش. بالتالي هو تسجل. غادي نعطيكم جوج ديال الاختيارات. يا اما تعطيوني ساروت ونرجع لكم صلاح دابا، يا اما غادي تختاروا انكم تكملوا وغتلاقاو بصلاح حتى لقدام ساحه الكنز. اش بان لكم؟ نكملوا بلا صلاح ولا ناخذوا صلاح ونعطيو ساروت؟ دابا حنا عندنا ثلاثه السوارت، الا عطيني ساروت يبقاو لنا جوج. انا قلت شنو قلتي؟ قلنا حنا بثلاثه، حنا بربعه بينا نتفقوا. انا جو بريفير نعطيو ساروت ويرجع صلاح. انت تجي بخفي غاد خادية وانتوما؟ واحد حنا الرئيس الرئيس هو هذا. لا ما كاينش الرئيس حنا كنا 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 سعد هو الشاف ديكيب وكنظن غير جوج ديال الكلمة ديال سعد ديال الكيب. مي عندنا عندنا تحديات اخرين.
دوتخ زيكتور ولكن خصنا لي كلي غادي ان شاء الله نحاولوا يلا القرار النهائي شنو هو؟ نعطيو ساروت نعطيو ساروت صافي راه ساروت سير هاك سيدي لا يقدر يقدر يعاود ساروت غادي نحل به باش نرجع لكم صلاح دابا غادي نواصلوا التحديات ديالنا وغادي نصيفط مريم الشرقاوي غتمشي مع سرفر عند مول الحكمه باش ربما تجيب لكم هذا الساروت اللي ضيعته يلا مريم نعاولوا عليك باش تحرروا صديق ديالكم ضحيتوا بساروت اللي ما ضامنينش واش غادي تربحوه من بعد ولا لا قرار غادي يبان واش قرار صحيح ولا لا من بعد ما نكملوا هذه المغامره غادي نخليكم وكان وعدكم غادي نجيب لكم صلاح الدين في التحدي الجاي يلا نمشي باش نوجد لكم تحديات اخرين السلام عليكم السلام عليكم سلام لاله شخبارك لاباس عليك صحه لاباس انت بخير الله يحفظك الله يبارك فيك كنت مالف كنشوف هنا كلشي ساقوس عليا وقع مول الحكمه كيدير كيشوف تما بقيت كنشوف حتى حاجه تقواص الله يحضر السلامه وقالوا لي بلي درتي شي بسطيله عمرتها بالدنجال عمرتها بشحال من حاجات اللي بغيتي كنعمرها بالغنمي والبصله واللوز وداك الشيء الجوع دابا فيق في عليا دابا الجوع من قبيله وانا ناسي دابا نوطي فيا الهوايش ركزي مزيان وتبعي الكلام اللي كنقول تفاهمنا نتفاهم مرحبا لوني لون صفاوة بيا تطفى العداوة أنا والتمر خاوة ومعايا الدري الصغير يكبر ويداوي يلا المعلم ويداوى لوني لون صفاوة بيا تطفى العداوة أنا والتمر خاوة ومعايا الدري الصغير يكبر ويداوى شريحة أويلي على الشريحة الله يهديك واش اللون ديال الشريحة لون صفاوة شي حاجة اللي كنقولو ديما تمر تمر وكذا حليب خصك تعرضي ليا خصك تعرضي ليا خصك تعرضي ليا وديري ليا هاد البسطيلة اللي قلتي دابا نعرض عليك مرحبا ياك الشيء ياك درت معاك زوين ايوا شكرا هاكي الساروت شكرا شكرا بزاف يلا هلا شكرا يلا نوطي عليا الصداع ياك هو البسطيله تدوقها ان شاء الله شوفي الله يرحم لك شوفي راه انا دابا ضليت فيك راه غادي نعرض العائله كامله انا عندي كلمه واحده اش بغيتي عندي وانا فيا الجوع بقيتي كتجبدي ليا في هذا الشيء ما كي غندير بغيتي يا جاري شبعني وزيد بيا الدار ولا تعمل مشوار جيب لي كباب المخضر ولا تكثر هضره هات لي بركوك شكسكسو ولا تخلي حدي مسو هات لي مريم اش درتي؟ برافو مريم عادي ما يتسالك مريم جابت لينا ساروت واخا ضحينا بساروت ما ندمناش دابا على الاختيار دابا الحمد لله دونك غادي نمشيو للتحدي الجاي باش نربحوا ساروت رابع مع تيت سويت فازي فاليزي جري هالي الشعر ديالنا الدراري لا مسامح هادني هاني تا هو تخش دير هادشي الله كما وعدتكم صلاح الدين ها هو فضل الساروت اللي ضحيتو به وعطيتوه ليا رجعت لكم صلاح الدين فوالا دونك الزملاء ديالك اختاروا انهم يضحيو بساروت ساروت غالي بزاف باش ترجع لعندهم دونك صلاح الدين غنقول لك واحد الحاجه مريم برافو مريم مريم جابت الساروت ثالث على قبلك وعلى قبل هاد الناس نجمعو ان شاء الله فضل شاف مريم جربحتو الساروت وعندكم ثلاثة تسويرت بالتالي بحال رجعنا تعادل مازال عندكم فرص فين تقدروا تداركوا الموقف ما خصكم تضيعوا حتى شي فرصة جاية إلا بغيتوا تربحوا بغينا نربحوا متفقين؟ بغينا داودي مرحبا بك سيد أخويا داودي تفضل أخويا داودي أخويا يلا 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 غادي يكون مطلوب منك باش تدفع واحد البوا واحد الحديدة خصك تجيبها في واحد الحلقة كاينه كتمشي وكتجي صافي خصك تجيبها فيها صافي ان شاء الله هذا التحدي هذا سميتو سويرتي مولانا تربح ولا ما تربحش موس ولا ما كانا بارك الله عليك
يلا ثلاثة جوج واحد طب سير عبد الله تبكلا عليك عبد الله حاول تدفع الماكسيموم ديالك الجهد ديالك كامل يلا رجع لا بلفور خذ وقتك ورد البال مين ترجع حيد يدك يلا سير خربتي 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 برافو يلا حاول عبد الله دابا يلا اوه شويه عبد الله مازال عبد الله مازال دابا دابا نصر الله شدي سير الوقت يلا بس يلا الشعر معليش معليش عبد الله تمنينا انه يجيبها ولكن شوف ما بغاتش حيت هذه بين وبينك لعبه بنيه اكثر على الزهر شويه القوه ولكن بزاف ديال الزهر ما عندي ما يسالكم حنا مازال ان شاء الله عندنا تحديات ونقدروا نجيبوا خمسه السوار مازال عندي فيكم الامل دابا غادي نمشيو للتحدي الاخر باش نشوفوا واش نقدروا نجيبوا ساروت اخر ولا لا هيا بينا يلا بلاتي وقف 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 دابا سمعنا الاشاره ديال الغونغ دونك سالاو التحديات سالينا دابا سالاو التحديات دابا غندوزو لمرحله اخرى اصعب اللي هي مرحله المغامرات للاسف غنمشيو لساحات الكنز غير بثلاثه السوارت واخا خصنا خمسه السوارت باش نحلوا ساحات الكنز عول عليكم دابا غنمشيو للساحه ونحاولوا نعطيو اكثر في المغامرات متفقين وي يلا مشينا يلا تيت سويت هيا بينا للاسف ما جابوش الساروت ولكن راه الزهر ما كانش فقط اذا نتوما كيف ما كان الحال وصلتوا الان امام ساحه الكنز والكنز راه هو كما كتشوفوه عطوه لينا من الاخر كاع بغيت نعرف بعدا شحال جمعتوا من ساروت حتى لدابا ضحينا بساروت على قبل الصديق ديالنا وزقنا دابا ربما كما قلت لكم قبيله تاخذتوا القرار بانكم تضحيوا بساروت كنحيي فيكم هذا الروح ديال التضامن ولكن الان في هذه اللحظه هذه كنظن غادي خصكم جوج سوارت باش تحلوا ساحه الكنز جوج سوارت ما عندكمش نتوما عندكم غير ثلاثه غادي نطلب من تيت سويت باش يفرق عليهم سوارت عندكم غير ثلاثه سوارت باش تحلوا كما قلنا خصكم خمسه سوارت غادي نعطيكم جوج ديال السوارت من عندي جوج سوارت هما هادو الله صلاح الدين بالتالي ولو عندكم خمسة ديال السوارت ولكن غادي ناخذ لكم 10 ديال الثواني من كل ساروت بالتالي بقات عندكم جوج دقائق و40 ثانية أمام الكنز يعني ماشي بزاف ديال الوقت خصكم دابا الآن تدخلوا السوارت تفضلوا كل واحد يدخل الساروت ديالو مريم شكرا رجعوا للأماكن ديالكم المرحلة الأولى سالت رحلة البحث على السوارت سالت الآن غادي ندوزو لمرحلة أخرى غادي نبداو الآن رحلة البحث على الرموز غادي نصيفط صلاح غادي يمشي معاه سرفر عند مول الحكمة ويحاول يجيب لكم الرمز الأول يلا صلاح والله ما جبتش الرمز مريم سعد والدودي غادي تمشيو معايا كذلك باش نوجدو المغامرات اللي جايين أخرين وتيتسويتاو غاتمشيو معنا كاملين باش ما نخليكمش بوحدكم يلا في هذه المرحلة المشاركين كيبحثوا على الرموز عوض المفاتيح في ثلاثة المغامرات عليهم يجمعوا أكبر عدد من الرموز للتعرف على الكلمة السر اللازمة لفتح صندوق الكنز
هما جاوا هما جاوا ما كان السر في الماء كتعلمني ما كدير بحال هكا ما والو حتى تم غادي نطلع. وعليكم السلام. كي داير سيدي اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ صح لاباس؟ انت بخير؟ الحمد لله. وانا كنشوف في هذا الشيء حيت دابا انا مره كنشوف في هذا الشيء وكندير بحال هكا وكي تتبان لي في واحد القادوس. شكنتي كدير في قادوس تما؟ كنخص تاتي جرحت. ما يكون باس. انا غادي ندير لكم داك الشيء ديال الحركه كتعرف الدردك كنت انا خصني ندير لكم انا شويه ديال التمارين. هذه موسيقى اخرى. لا شنو هي؟ جيت بوكس. سير اسيدي نسمع. بارك الله عليك الله يلا تبارك الله عليك وخلاص ونجيو للمعقول دابا غير ركز مزيان تحت الارض ربي عالم به كريم ويسقي اللي طلب ليه يوسف خوتو لاحوه فيه وربي عطاش لآيات عليه حوت. يلا المعلم الله يهديك على يوسف اش عنده علاقه بالحوت تحت الارض بير واش متاكد ولا ما متاكدش بير لاحوه في بير لاحوه في البير اذا البير ان شاء الله هاك هاك واحد المره الا دخلتي شي بلاصه عود عرف اش فيها ما تبقاش غير انا تنقول لك الحمد لله يا ياك اسيدي بارك الله عليك بارك الله الله يعطيك الخير بارك الله فيك واش انا قلت لك قبيله ندردك وانا بعد واش كنعرف ندردك انا بعدا ولا نشوف هذه القضيه بعدا بلاتي نشوف والله الا كنعرف بالله هاكك يس اوه صلاح الدين تمكن انه يحصل على الرمز الاول مشاهدينا حنا امام ثاني تحدي وثاني مغامره كما كتلاحظوا صعيبه غادي يشارك فيها سعد سولي ومريم الشرقاوي غادي يكون مطلوب منكم جوجكم مع بعضياتكم كيخصكم تمشيو في هذا السلوكه هادو بمجرد ما توصلوا للرمز الاول كيخصكم تحلوه وتقراو وتقولوا ليهم الرمز الثاني كذلك هما خصهم يحلوا وياخذوا الرمز ما تنساوش ما عندكمش الوقت بزاف وهذا التمرين هذا كيعتمد على التركيز والشجاعه واجدين بسم الله تلقى. بسم الله ثلاثه جوج واحد توب مشاهدينا غادي نرجعوا مع مريم وسعد والتحدي اللي ما بين السماء والارض ثلاثة جوج واحد توب لا دير بعدا يديك يلا شوف فيا هاد المغامرة خصو شويه ديال التركيز كنحاولوا نخليو منهم يركزوا اكثر لانها ما سهلاش ما كاينش ثقافة بزاف احنا غادي مزيان ثقافة كتبدا ملي كي الا شافوا النمور دابا لحد الان مازال ما شافوا والو شويه عليه شوفوا شد تحت سعد غادي تحاول تعطينا اول رقم غادي تقراوه اللي غتجر داك الكره انت غتخلي تما باش تعطي باش تركبي الرقم اللي غيقول لينا ديالك صح صحهم لي مزيان يلقى ثقافه بنات واش تحت مهم برافو قربتو سعد الرمز الاول يلا الرقم الاول جري حال خمسة تسعود جوج نقاط خمسة تسعود جوج نقاط خمسة تسعود جوج نقاط الرقم الأول تعرفوا عليه نتمنى أنكم توصلوا في الوقت حاولوا تزربوا شي شوية كنعرف أن القضية صعيبة بزاف ولكن شوية لي با كبار ها أنت شتي ودير معايا لي با كبار راح غنوصلوا مشي نتيا شتي يلا دابا أنا نقدو نمشيو كاع بجوج لا بغينا ولا حتي في شوية احنا غادي مزيان ما تخافش برافو سعد انت معايا انا ما عمري ما قلت لك شي واحد خدام معايا بحال في الكوزينه احنا مع ليكيب كامله خصنا زيد معايا مزيان يلا مع ليكيب كامله يلا دير دي با كبار عطا هنا مع ليكيب كامله وغادي نوصلوا ان شاء الله يلا غادي نوصلوا ان شاء الله الرقم الثاني نتمنوا انه يوصلنا قبل ما يتفرقع الرمز بلاتي بلاتي مريم احنا يلا مريم جري دابا جري مريم كيف شحال جوج نقاط سبعة ثلاثة
جوج النقاط 7 3 بلاتي بشوية بشوية كم تكملوا الطريق جوج النقاط 7 3 علي اوني الرمز الثاني الرمز الثاني اذا دابا عندنا شحال دوج ديال الرموز تبارك الله عليهم هادي ميت فركو دوسمون 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 يلاه تصفيقه حرة لسعد ومريم برافو مزربوس يس يس اون اريفي باسكو اون ايكيب اون ايكيب ساغان سي كوم شي نو كوزين سي اون بريغاد سا فا انسامبل يلاه سعد مريم لحقوا علينا يلا هاتو تسويت مشاهدينا احنا الان في اخر تحدي في هذه المغامره هذه التحدي اللي غادي يقوم به داودي هو من اصعب التحديات اللي كاينه في جزيره الكنز والان كيلتحق بيا الفريق كامل رشيد علي داودي نعم اخويا كيف ما كتشوف داودي مستعد الان بعدا مبروك عليكم لانديس اللي ربحتو والرمز اللي ربحتو برافو مريم برافو سعد والداودي الان كيستعد باش يقوم باخر تحدي واحد من اصعب التحديات اللي كاينه في جزيره الكنز هو تدريب ديال الغطاسه المحترفين غادي يكون مطلوب منه باش بالمساعده ديال الساروت اللي عنده في يديه يحل كل بلاصه اللي فيها نفس اللون من بعد ياخذ ساروت واحد اخر ويحل به اللون المقابل ديالو ما حد الوقت كيدوز والما كيطلع على الداودي يخصو يسترجع الرمز يوريه ليكم في الزجاجه وانتوما كيخصكم تكومبوزيوه باش تاخذوا الرمز في حاله ما الا حسيتو بالداودي ما نجحش ولا الامر كيشكل خطوره عليه غادي يقول لكم هو مثلا حبسوا نتوما كيخصكم تضغطوا على هذا الزر هذا باش الماء يخرج يلا نعطيو انطلاقه ثلاثه جوج واحد توب يلا الدودي توب الدودي يحاول يسرب شنو اللون دودي خذ زرق خذ زرق زرق خذ زرق حل الزرق حل حاول تزرب حاول تزرب يلا يلا صفر 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 مزيان مزيان صفر لتحت صفر لتحت لتحت صفر لتحت لتحت هنا لتحت صفر لهنا لتحت 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 غطاس 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 الموف 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 لا لا غطاس 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 لا 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 داودي لا داودي داودي غطاس لا 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 داودي غطاس هاو 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 داودي غطاس زيد 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 إذا داودي دونك داودي ما بغاش يكمل ما قدرش يكمل فبالتالي عطانا الاشاره باش نحبسو غير خصنا رمز ثالث باش نتعرفوا على كلمه السر لان صعيب صعيب بزاف نعرفوا غير بجوج د الرموز تيتسويت حالا غنمشيو لساحه الكنز ويلحق علينا الداودي سير على وصلنا الان للمرحله النهائيه في جزيره الكنز انطلاقا من الرموز المحصل عليها يجب على المشاركين التعرف على الكلمه السر فتح الكنز وجمع اكبر عدد من القطع النقديه في وقت محدد برافو عليكم على سلامتكم سميرة مريم سعد داودي صلاح الدين عندي ما تسالكم وصلتوا لاخر مرحله في البرنامج قطعتوا مسار زيان تمحنتوا شويه واحد القضيه بعدا عبد الله دار لينا ها وانا دابا عاد قال لي علاش دارينا ها قال لي بانوا لي حنوشه انا حليت البونشون الاولى ويطلع لي واحد مزيان قال لي السلام عليكم اسيدي كوبي لافير يلا تبارك الله عليكم كما كان الحال انتم وصلتوا الان امام الكنز كما كتشوفوا الكنز ها هو ولكن حاضنوا الحراس ديالو غادي نطلب من فيليندغا دخلي النموره يلا اذا كما كتلاحظوا النموره دخلوا بالتالي غادي يصبح بامكانكم تدخلوا وتسترجعوا الكنز ولكن خصكم تتعرفوا على الكلمه السر باش تعرفوا على الكلمه السر غادي نشوفوا الرموز اللي جمعتوا جمعتوا جوج ديال الرموز غادي نعطيوها لكم بمجرد ما نعطي انطلاقه خص واحد فيكم يتكلف يحل الرموز وبالتالي تعرفوا عليها نعطي انطلاقه
تفضلوا اللي غادي يحل. عبد الله تفضل. ثلاثة جوج واحد طب. يلا حل عبد الله. حاولوا تعطيونا الكلمة الأولى شنو هي؟ متوسط متوسط. أخرى شنو هي؟ أمواج. البحر الأبيض متوسط. حر 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 يلا حر حر حر. كنذكر فقط بأنه عندكم جوج دقائق وأربعين ثانية. الباء 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 حال 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 والحاء والراء. يلا دونك بحر هي الكلمة. ثلاثة فقط هي ثلاثة. حيتي البحر غادي نطلب منكم. هاي 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 يلا يلا. إذا كنتم متأكدين من الكلمة غادي نطلب منكم باش تشوفوا كاملين الاتجاه ديال الكنز. فيليندغا حل الكنز. برافو برافو عليكم الشباب. دابا حاولوا تجمعوا الماكسيموم ديال الفلوس اقرب وقت ممكن. بغيت فقط نذكركم بانه عندكم فقط جوج دقائق واربعين ثانيه. ما عندكمش الوقت بزاف. حاولوا تمشيو وتجيو ما امكن. حاولوا تمشيو وترجعوا بالزربه. يلا 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 داودي. يلا اخويا يلا حاول ترجع بالزربه. الا سمعتوا الدقه ديال الجرس حتى شي واحد ما يبقى في الساحه. يلا داودي يلا. واخا ما عندناش الوقت بزاف ولكن نقدروا نستدركوا ونجمعوا مبلغ زوين. يلا أي نيت كميشة عندك ديال الفلوس ها؟ سير مابقاش الوقت بزاف. يلا عبد الله حاول ترجع بالزربة. حاول ترجع آخر رجعة. يلا سير. علي مريم 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 مزيان. علي سعد ما عندي ما يتسالك. أصلا مشي مزيان أخويا. يلا سير على الله. مابقاش الوقت بزاف. يلا زربوا زربوا الماكسيموم. مريم 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 دغيا دغيا مريم. يلا خلاص 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 يبقى حتى واحد هنا. يلا سعد الباب اللي بقى لداخل غيتسد عليه الباب. يلا دغيا 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 سعد سربي سربي. برافو عليكم. يلا 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 بارك الله عليكم. تفضلوا تفضلوا. يلا تفضلوا معنا تفضلوا معنا. داودي مريم سميرة صلاح الدين صلاح الدين صافي تفضل سعد. برافو عليكم. حلقة دازت متميزة. تعرضتوا لمجموعة من العراقيل تجاوزتوهم في بعض المرات في بعض المرات ما توفقتوش وكاين انسجام بيناتهم. نعم. يعني مشيتي كمل شي مشيتي كمل شي. والجميل انهم مشاو جاوا بالزربة يعني جمعوا حصيصة. انا كنظن فعلا لانهم تداركوا الموقف في الاخر كنظن بانهم جمعوا مبلغ ما بيش. غادي نشوفوا شحال جمعتوا. تفضل سرفر وتشيت سويت غادي يعطيونا المبلغ. كنظن بانهم جمعوا مبلغ بيان سور مزيان. يا سلام. فعلا كنظن بانه غادي يكون عندكم شي مبلغ مزيان. لاعبين نتوما من اجل جمعيه اس او اس فيلاج دونفون وهادشي كله اللي درتوه التمره كلها اللي ضربتو درتو ما في جهدكم باش تفرحوا هاد الجمعيه هادي. شنو ممكن تقدروا تقولوا لينا على اس او اس فيلاج دونفون؟ اس او اس فيلاج دونفون حنا فريمون اليوم واخا ما بقاش عندي السوفل باغاهم يربحوا باغاهم يجيبوا بزاف لان انا عارفه التعاونيات كنخدم معاهم بزاف ديال التعاونيات كنخدم معاهم على لي برودوي اللي كنصنعوا داك الشيء. اذا اس او اس فيلاج هذوك العيالات اللي كيربيو 8 ديال الدراري اللي كيكونوا خوت كيوليو بحال خوت بحال عائله وحده منسجمه محتاجين فعلا محتاجين حنا نديروا. برافو عليكم ما قصرتوش درتو ما في جهدكم وانا فخور بهم هشام صراحه. انا فخور صراحه بهم وبالاداء ديالهم. انا فخور بالفرقه ديالنا. غادي نشوفوا المبلغ شحال جمعتوا طيله هذه المغامره هذه. إذا المبلغ اللي حصلتوا عليه من بعد المجهود اللي درتوا والتقاتيل والتنقاز والخوف والخلعة والترقب والفرحة والتسولي والمبلغ هو 72,780 درهم. برافو عليكم والله إلا تبارك الله عليكم. وليدة ألو ألو والوليدة ودعي معانا جيبوا العاقة داودي
الله تبارك الله عليكم. جابوا العاقه وانا صراحه هشام جمعي جمعي انا ما ضنيتش هادشي كامل غتجيبوه نتوما لان ما عندي ما يتسالكم غادي نعطيكم كل واحد وحده سوفونير يديها معاه تبارك الله عليكم. لا 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 هادشي غيبقى للجمعيه. انا بغيت فقط نشكركم لانه فعلا قطعتوا مطاف شويه صعيب حصلتوا على ثلاثه ديال السوارت بالتالي دخلتوا وعطيكم جوج سوارت وحيدت لكم 20 ثانيه من الوقت يعني في هذا الوقت جمعتوا هذا المبلغ هذا نقول لكم برافو عليكم برافو عليكم وشكرا لكم. مشاهدينا كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم ونتلاقاو بكم ان شاء الله في حلقه جديده ومغامره جداد مع ابطال جداد وجمعيه جديده كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. برافو برافو برافو. يلا شيء أقل من يمكن تقدمه لكم تستحضر أشرف برافو أشرف.